بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. السنة دي كنا ابتدينا سلسلة اسمها غرس الفضائل في الأطفال. في حرف اليه ناخد كيف نغرس اليقظة في الأطفال. يقظة كلمة بيعبر عنها في الكتاب بأكتر من معنى. مثلا كلمة اسهروا أو كلمة اصحوا. الصحيان والسهر اليقظة هي مش مقصود بها حرفيا ان انا اعلم عيالي يسهروا بالليل هما بيسهروا لوحدهم، لا، هي مقصود بها التمييز او الانتباه، ان الطفل من بدري يتعلم يبقى يقظ فيعرف يقول ده غلط وده صح. لانه للأسف كتير من الأطفال ما بنعلمهمش يفكروا بطريقة نقدية أو بطريقة فيها تمييز، فيجي أي واحد يقول أي حاجة يمشي وراه لأنه مش عارف الكلام ده صح ولا غلط. يعني مدارسنا عادة مش بتربي الطفل على القدرة على التفكير ويقول لا الكلام ده مش صح. احنا بنحفظهم يحفظوا يقولوا فما بيفكروش، مش بيشغلوا دماغهم زيادة، وده للأسف بيبقى خطر لأنه معناها أن الشاب ممكن يمشي ينجرف وراء أي طيار. الشخص اللي بيعقل الأمور ويفكر يقول لا أنا مش مرتاح، مش عاجبني الكلام. تربية اليقظة أو التمييز أو الانتباه أو الصحوة يمشي معها آية زي ما قالها سليمان الحكيم: الحكيم عيناه في رأسه. عاوز ابني من صغره عينيه في راسه. عينيك في راسك ايه؟ تعرف خلاصك. لانه مثلا اديكوا امثلة من الواقع المؤسف اللي احنا فيه، في اطفال بسبب جهلهم للشر ممكن يتعرض للمسات غير نقية، نوع من التحرش، وهو كطفل بريء يبقى مش فاهم ويبتدي يجيله تعب نفسي لان محدش علمه يقول لأ ويزعق ويصرخ ويرفض أي تحرش من أي نوع. دي يقظة. يبقى احنا مسؤولين ككنيسة وكآباء وأمهات نزرع فضيلة اليقظة، إنه ده كلام غلط. اليقظة لما تيجي عرض غلط يقول لأ مش هعمل كده. يعني مثلا الأفلام الوحشة بقت تتعرض على أطفال 7 سنين و8 سنين في المدارس والموبايلات والحاجات دي. هل أنا ابني يقظ إنه يقدر يقول لا ده حرام دي خطية، ولا يجري ورا العيال زي ما بيعملوا يعمل ويفتكرها شطارة وضميره يتلوث وهو قلب لسه نظيف وعجينة طرية ويطلع لنا شاب مدمن بعد كده ما عندوش يقظة؟ كيف نغرس اليقظة؟ طبعا فضيلة اليقظة، أي فضيلة اتكلمنا عنها في كل الفضائل، فضائل للكبار لكن هي تغرس في الأطفال. أي فضيلة تبدأ بتدريب وتعليم للطفل، ولو غرستها بدري تنمو معاه. والشعار اللي مشينا عليه كل 28 مرة دول: ربي الولد في طريقه متى شاخ لا يحيد عنه. يبقى اغرس بدري، حط المبدأ أو القيمة دي بدري أو الفضيلة بدري، تقوم تكبر معاه يفضل طول عمره يقظ. يقظ غير موسوس، خلي بالكم. موسوس معناه قلقان طول الوقت وخايف بزيادة، لا مش عاوزين دي، عاوزينه حريص منتبه لكن عنده سلام، شخصيته هادية، لأن بينهم شعرة. أحيانا لو اليقظة زيادة قوي يبقى الشخص عايش في رعب دائم كده وعمال يحرك وشه كده حاسس ان في حرامي طول الوقت، لا مش عاوزينه يعيش في قلق، عاوزينه يعيش في سلام لكن منتبه. تاني تبدأ بالقدوة والحوار والتأديب. اولا القدوة، لو بابا وماما في البيت بيميزوا عندهم يقظة ان الفيلم ده بلاش شكله فيه صور وحش، الطفل اللي بيسمع الكلمة دي شايف ان مامته بتطفي او بتقلب لانه الفيلم ده شكله في حاجة وحشة، يبقى واضح ان في حاجة اسمها حاجة وحشة وحاجة حلوة،
مش كل الافلام زي بعض. وبعدين مامته تسمع انه بيقول كلمه تقول له الكلمه دي حبيبي ما تقولهاش تاني. يبقى اليقظه بتاعت الام بتيجي على الطفل او الطفله، يبقى هو كمان منتبه انه لا مش اي كلام يتقال، لانه يعني كلام كتير ملوش يعني غير لائق بولاد ربنا، غير كلام فيه خطيه كمان. فاليقظه تبدا بالقدوه. الطفل شايف ان ابوه عارف يحط حدود، يقظ انه مش اي شخص يأتمنه، هو شخص طيب، ابوه طيب، لكن برضو واعي. الوعي ده الطفل بيلقطه من بابا ومامته. ما تنسوش ان اليقظة دي ممكن نعتبرها هي خطية حواء الاولى. حواء امنا كلنا ما كانش عندها يقظة، يعني لم تنتبه الى الحيلة بتاعت الحقيقة، فمشيت مع الطيب، ما ميزتش ان دي مؤامرة ودي كذبة وده خداع اتلخبطت. وهنا لا يعفيها انها تكون بسيطة. المسيح لو المجد قال لأ خليكوا بسطاء وخليكوا حكماء، كان ينقصها الحكمة. فاليقظة معناها ان الواحد بسرعة يلقط كده ان في حاجة غلط ولازم ما يعملهاش. تبدأ بالقدوة، ان اب وام عندهم موانع في حياته، هما يقظين انه ما يقولوش اي كلام، تعملوش مع اي حد باي طريقة، في حدود لكل شيء، يقظين على اولادهم، منتبهين. لانه على فكرة الطفل اللي يحس ابوه وامه متابعينه عن قرب، هو ممكن يشكي ويتذمر، بس ده بيديله شعور بالامان. غير طفل اهله رامينه زي ما يشوفه، زي ما يروح وزي ما يجي، وزي هو على قد ما فاكر نفسه حر، هو بيبقى تعبان نفسيا انه انا لو جرى لي حاجه اهلي مش فارق معاه، مش حاسين بيا. برضو كل شيء باعتدال حلو. الاوفر بروتكشن يعني الحمايه الزائده مؤذيه، والاهمال مؤذي. اليقظه والانتباه والمتابعه مفيده بس بدرجه معتدله. اهم ما في الموضوع هنا هو الحوار. عشان اربي اطفالي من بدري عندهم يقظه، لازم اديهم علم سليم، معرفة سليمة، مش معرفة الخير والشر، معرفة سليمة لكل شيء. يعني انا شفت اب قبل ما يجيب الموبايل لابنه في عيد ميلاده، اظن كان 8 سنين ولا حاجة، الاب قعد معاه نص ساعة قال له شوف حبيبي، احنا ما كانش عندنا الحاجات دي زمان، والولد كان نفسه فيه لان اصحابه مسكوا موبايل، ما هي دي مشكلة طبعا، خلي بالك الجهاز ده ممكن يأذيك، وابتدى يشرح له ممكن يضيع وقتك، ممكن يدخل عليه حاجات وحشة، مش أي نمرة نرد عليها، مش أي كلام نقوله، لو هتبعت مسجات خليك فاكر إن ربنا باصص عليك. ابتدى يقعد مع قعدة أصدقاء كده، حط له قواعد قبل ما يمسك الجهاز. قال لي الولد عدى فترة المراقب منتهى السلام، وقال له بعدها بسنين يا بابا القعدة إياها دي لولاها أنا كنت ضعت من اللي شفته في المدرسة والكلية بعد كده، لكن كانت القعدة دي دايما في ذهني، أنت نبهتني ووعدتني وعرفت أن الموضوع مش سهل، وأن البتاع اللي في إيدي ده ممكن فعلا يضيعني. ده يقظة. أب واعي عرف يقعد قعدة مفيدة، حط قواعد، الولد بيحب أبوه، مشي على القواعد، عدت مرحلة صعبة بسلام. ده اسمه حوار بناء، وده يبني اليقظة. اليقظة ممكن نطلعها من قصص الكتاب، نشرح لأولادنا ازاي انه في ناس واعية فما بتغلطش، واحد مش واعي فبيدلق بيتدحرج بيتزحلق لانه مش واخد باله من الخطورة، برضو من غير ما ارعبه، لكن عاوز اوعيه، عاوز افتح عينه بحساب ان يكون طفل ذكي لماح يقول لا للغلط. مع اليقظة عاوز اعديله حتة ارادة كده، لا لاصدقاء السوء، لا للصور الوحشة، لا للنكت البايخة، لا اللمسة غير نقية، لا الشخص مش مريح مش تبعي، ما اتمنوش. لما ازرع ده في الاطفال انا بنجيهم من مشاكل كتير قوي. اليقظة حتى في التعليم، بمعنى ايه؟ احيانا يحصل انه في محاولة لتشكيك اطفالنا في الايمان،
هل انا غرست فيه اليقظة ان مش كل الناس تقول لك حاجة تجاريهم في الكلام؟ لا، ما تجاريش في الكلام، وحفظوا مبادئنا الروحية وراجع مع الإيمانيات من بدري، ويبقى حافظ بالحقيقة نؤمن وأبانا الذي، فيبقى يقظ ان الكلام ده مش تبعنا، في كلام بتاعنا وفي كلام مش بتاعنا. غرس اليقظة يحمي أولادنا جدا في هذا الجيل. عشان كده في تعبير كتابي رائع يقول ايه؟ لا تكونوا أولادا في أذهانكم، يعني خليكم صحصحين، ما تبقوش عيال في دماغكم، يعني مش أي حد يضحك عليكم، هي بالبلدي معناها كده. لا تكونوا أولادا في أذهانكم، لكن في الشر كونوا كاملين، كونوا أطفال. يعني إيه؟ في الشر ما تعرفش، ما بتفهمش لغة الأشرار وكلام البايخ اللي بيقولوه، لكن ما انتاش ساذج، مش أي حد يضحك عليك. التأديب يمكن ما يجيش في الحتة دي قوي، لأنه اليقظة لو انت بنيتها صح مش هتحتاج تأدب أولادك. لكن مزيد من الحوار، الحوار هو الأساس هنا. طول ما انت صديق لأولادك، تاخد وتدي معاهم، بتفتح عينيهم بطريقة سليمة. اديكم مثل جميل من قصص الإنجيل. تلميذي عمواس كانوا مكتئبين جدا وعابسين، لأن الفكرة اللي مسيطرة عليهم إن المسيح مات وبس. وجات المريمات قالت أما ما صدقوش. فضل المسيح يحكي، يسمع الشكوى، يقول نبوءات ويأكد النبوءات تنطبق عليه. يقول الكتاب كلمة جميلة أوي، يقول إيه؟ انفتحت أعينهم في آخر الكلام. ميزوا، اكتشفوا إن المسيح أهو عايش. احنا عاوزين عينين ولادنا تتفتح بالطريقة الروحية باستنارة، يبقوا فهموا، فمميزين بقى. التعليم ده غريب، الشخص ده بلاش، المكان ده غير لائق، السلوك ده مش تبعنا. يبقى الطفل من بدري عنده تمييز، انا ما اخافش عليه ساعتها لانه يقظ. لكن للأسف صدقوني شباب كبير الحتة دي وقع منه، تلاقيه تالتة رابعة جامعة ويضحك عليه من أي كلمة ويتلخبط آخر لخبطة. ربنا يدينا نحمي ولادنا ونعلمهم اليقظة.